حتى اللي مدح حبابة ألف مرحبتين حبابة دوحة متناسقة وفريدة للمواهب فات حبابة فيها كم شعراها غنوا حيروا أفكار الكتابة الكوميديان والممثل يمسحوا حزان الغلابة المغني الصوت صادح من زفير شهق الربابة دوحة اللي مدح منانا في شهر رمضان حبابة. ألف مرحبتين حبابة. كريم تحيتهم طيبة كامل الترحاب ونحن نجدد العهد ونعود لنواصل مشوار الإبداع الذي بدأناه بكل الحب متكئين على ظل ذات الدوحة دوحة الإبداع. نحن وأنتم في حضرة الإبداع والجمال بمختلف ضروبه فنا ولحنا شعرا ومعنى ريشة ولوحة فرفة وضحكة والكثير الكثير من الإبداعات نقول لكم عبر دوحتنا الوريفة. يسعدني وشرفنا اليوم في حلقة دوحة الإبداع يكونوا معي شعراء بلادي. نرحب سويا بالشاعر أحمد المحث الكبوشابي. مرحب بك منور دوحتنا الوريفة. الله حبابك الله أستاذ ماجد حباب المشاهدين الكرام وحباب التيم العامل بالغناء حباب أخواني الشعراء وبقول لهم رمضان كريم عليكم تصوموا وتفطروا على خير إن شاء الله. لك التحية والله سعيدين بك جدا والله. الله يكرمك. نرحب أيضا سويا بالشاعر أحمد منير. مرحب بك والله. مرحب بك الله أستاذ ماجد. مرحب بك دوحة الإبداع. رمضان كريم تصوم وتفطر على خير. نتمنى للمشاهد. لك التحية والله يا الله يديك العافية. نروح نسلم بالشاعر المغيرة أحمد الحسن. مرحب بك المغيرة. حباب أستاذ ماجد أحمد قاسم حباب المشاهد الكريم حباب كل التيم العامل في برنامج دوحة الإبداع. أقول لكم رمضان كريم تصوم وتفطر على خير. إن شاء الله تكون إطلالة جميلة وخفيفة نظير عليكم يا رب. الله يديك العافية. طالما ختمنا عندك انت نبدأ بك انت المغيرة. مجنون ليلى اصبح في الغرام مقياس وانا اصبحت طاشي وديما مقطوع راس بركة طه والطور والفلغ والناس وتجمع شملي باليلصف شبيه الماس ارحمي مرة يا زهر العبيرة يفوح وخافي المولى في رويحتي الوراق بتروح وحاطس مرة يا لا اصبحت تومت الروح الحاصل كثير بس ماني قادر ابوح مناي في الدنيا طرفي نوم وعيني تغمد يصادفني الفرح لو ثاني نار تخمد يا رب يا كريم نيران عذابي تهمد تحبي فيني زول قاصد عزايم يتعمد يا من أنزل الأمطار علينا تصب تجفف دمعتي دايما عليها تكب يا من نجى يوسف من غياب الجب تشيل القسوة من قلبه وتخط الحب تشيل القسوة من قلبه تخط الحب. الحب لك بصحي والله يا مغيرة أبو حميد حبابك زول دودانا وين الله يزول دودانا بعيد خلاص احنا والله جينا بقول محاسنك سارة لا بحصوها لا بتنعد عينك صيد وغام تقبان ونايرة خد وحات عينيك يا در العبيرك ند بريدك ريدة لما مفايت ذات الحد حيرت العقول صبحت معاك سرحانة وكسرت الضلوع نارك هرد هاردانة أكل ما نقول نفيض من اللي صاب هدانة نلقى نفسنا في عز السموم بردانة يا سلام طيفك سارة كل ما يوم بزيد نسامه جوز عينيك طالك في قلبنا سهامه سهرات الموايق أصل يوم ما ناموا الشافق جميع يا جن يا ما داموا سارة غيرك وين بنلقى صراحنا ويتي مهشش العظام وزايد جراحنا سارة كان في يوم سمعت شراحنا يبقى تحني وتعاود أفراحنا ما ظنيت تليني ولينا تدلي تبوحي وما ظنيت توالفي وتشفليها جروحي نار فرقتك يا سارة زادت نوح لا نضايق فرح لا لي عادة روحي فيك بغني فيك بدوب يزيد غناية يا مالكة هوايا ويا ربيع دنيايا بعدك نار وقربك فيه وبلقى هنايا ويت الريدة يا سارة وعيونك زايا كثير غناك ود المحس قال قوال ونظم للحروف دوزا كلامه وقالوا يا يعني مثلك ندر في الدنيا قل مسال قلبنا من هواك ربي يستر حاله قلبنا من هواك ربي يستر حاله ابشر والله لك التحيه والله يا ابو حميد يا استاذ الله يديك العافيه ابو حميد ابو والله مرحب بك والله يا يقول الشايل هموم الهم معاه هات والحي قلبه لكن حسبه منا المال القاتل العشق حنا نقلوب شماته مجنون جنه جنه يا هو احمد زاد حالا صابني من نار العشوق لهيب حالا حير الطب من عدم له طبيبه مر الكيني ما ظنيت يحل زبيبه والعشق القمر يعمل حساب لمغيبه
اشتول الجروف الداب وفرهد ونور مغفور بالعجم زايد حديد ومسور يلخص ساكي مولاي فيك ابدا واصور عاشقك في العذاب كل ثانية قاعد يتطور الفاغت نضبت انت الجناين القاش غفرك لك انا بفهم حديث لنقاش يلا عينيك مخدر اقوى من نشاش عاشقك في العذاب كل ساعة راقد ناش مجنونك صبح بين الخلايق عبرة مجروح من فراقك جرح ماضي نبرة العايش الحزن في حزن اصبح خبرة هل بالقال عندك للخواطر جبرة جاني الليل مو عارفني نراجيه وشان احكي واقول قصتنا بيها حجيه وريه بالمآسي العاش والعاش فيه ينوم الليل ويصحى وجرحي ما يهديه من فوق القيود غالبني حتى القومة منعوني الكلام ومنحت نفسي النوم انا اتطورت من كلمة دلاها ابوما لي طرق العذاب باقي الطرق ليه روما لي طرق العذاب باقي الطرق ليه روما تحية الله ابو حميد يا اخي الله يديك العافية يا اخي يا مغيرة المجموعات الثقافية بتضيف للشاعر شنو؟ والله يا اخي بتضيف له كمية من التميز تعكس رسالة توصل رسالة للمجتمع عن طريق البرامج الثقافية انت الان بتنتمي لمجموعة تنتمي لمجموعة ثقافية وتلقى فيهم مشاركات عبر المجموعات الثقافية في جامعة كده وكلية كده وكلية كده بتضيف للشاعر شجاعة أدبية بتضيف لك شجاعة كثير والله كثير في ناس بيبدوا عبر المجموعات الثقافيه يعني يقول لك والله انا بديت نصوص مع 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 اساتذه الشعراء الشاعر فلان والشاعر فلان وكانوا بيعدلوا لي مثلا مربعه دي ما كده مربعه ما كده انت بتنصح شنو بالشعراء يعني البادين والله بنصح الشعراء البادين انه يحتكوا بالاخوان يكونوا مع الاخوان دائما مع الشعراء يشوفوا هل اذا ممكن يصيح في مكان او اخطاء الواحد يسال اخوه يساعدوا بعض اللي هو بعض طويل في المجال ان شاء الله لك التحيه والله الله يخليك جيناك من ثاني طيب اقضي لفوق ندايدك يا المشيك تقيل وهردك لانا بالوجه الصبوح وجميل وحاط اسم الله يا مديسن سبيب الخيل قدر ما اغني فوقك برضي شايفه قليل عودك شتلة البان المحاز يا النيل وضامر هافه والعينين جدي الريل ملك رزينة وبالعفة فوق يخيل وانبسمت كمان قمرا يضوي الليل ما شفتوها وقتين في مشيها تميل تعشرك في الحلق زي عجوة القنديل سهمك يا مسماح انا منه ضقت الويل وما خليت علاجي عشان خزيت توتيل ما خليت علاجي عشان خزيت توتيل لك التحية والله يا مغير مشاهدينا كاري نطلع محطة خارجية مع فنان مبدع فنان لامع وان شاء الله نجيكم راجعين I'm not afraid of the dark.
مشاهدي الكريم، عدنا وعاد الألغ وعاد الجمال في حضرة الإبداع مع شعراء بلادي وفنانية الغامات. أبشر وحميد الظل ده ما هي للغزة شديد خلاص. الله الغزة اللي نحن بعد كينا نديكم نخش لكم في الحكمة. في الحكمة؟ حبابة الحكمة. بقول ما تنغش في الدنيا وتعيش متكبر، أم ليمينك أذكر لإلهك وكبر، ما تكره بشر ليه وتبقى مسبر، خلك واعي وفي كلماتك أعرف عبر، لسانك صون بذكر الله قوي إيمانك، أركز للصعاب خليك مالي مكانك، إن ضاقت عليك في يوم قست أحزانك أمسك في الصبر كان ربي يصلح شانك، أعمل للسمح بالفارغة ما تنغر، ضرب الطاعة سلكوا عنه لا تنترى، الدنيا العبوس غدار عيشة مرة ما مضمونة بكرا كير بخلف الجرة، لسانك خلو طاعم ودي محل كلامك، التغى والصلاح خليها من إلزامك، اليوم تجيك الطامة من قدامك، لا تفيدك غرورك ولا بتزيد أيامك، في الزايلم قدود أوعك تعكر دمك، خليه الوغار ساس لحياتك وهمك، الريد التزيل ما ساس شقاك وغمك، ما بتلقاها عنزول غير أبوك وأمك، بادر بالسمح واعمل حساب للزايلة، وخلك والدصول كل حروفك شايلة، الزور المرخرخ ما بتطيق العائلة، لا بتقوم له قايمة ولا بعدل المايلة، المال الحرام وعاك من يتبع لك، لا بعمر ديارك لا هو عاد بينفع لك، الرافد كلامي ونظمي ما بيوقع لك، سوى الدائر عاد العامل حيرجع لك. اي أيوة والله ابشر والله. ابشر بالخير. أبشر والله ابشر. واضحين نحن لا بنلف ولا بنلمح، ركازين واجوادين كرمنا يطمح. ابشر والله. ما تعودنا في الدنيا البسيطه نقمح، معتادين على العفو والكلام سمح. ابشر والله. ابشر بالخير والله. ابو حميد أنا أقول في الأخوان، حفاظ العروض حلال قدت الدم، كل جاه مغرود قال له غردك تم، أخويا الدخري فوق لي هم وشايل هم، ضربة كف وبتهد الجبال الصم، أخويا العزة ما ينسل في الشين سيف، أسد الصي وتمساها مصاق القيف، أخوي كان هجة زي برق السواري وزيف، ويخلف ساقه فوق رأس الأسد ليه كيف. أخويا المفخرة وعزة ورجالة وقوة، شومن يوم يقوم رعد السحاب العوى، قد ضيحوج أخوي فزع النده يامروا، أخوي تلب الحمولة الغير عقرة تحوى، عندي إخوان مكوك أولاد مكوك، مين تبوا أرسين عزة وأشراف لي كبار ما سبوا، أخوي الصاق أخوي دنميت بيودر ضربه، حتى الجن قسم ما بخذ قدم في دربه. حتى الجن قسم ما. أبشر بالخير والله. أبشر بالعز والله. أزود إياك من الفخر. أخواني الملوك ليكن دوام بتغنى، والما غنى في الأخوان يمين ما غنى، عشاف غصم لقربهن يتمنى، شاحظ ربي ألقاكن جميع في الجنة، حارس فارس الحوب الهميم الوافي، مغضات في الكرم بحر المحيط الصافي، منذر فيك يمين عجزة حروفه وصافي، قمر الأنبياء الضيفان يجيهن حافي، الحسن الحميم سند القبيلة وراسة، ضربك في الصميم والذكر هيل وراسة، يوم ردع السلاح والحر دق حاسة، البيعوس أخوي تب ما في ذول العاسة. أبشر الله. أبشر الله. مشاهدي الكرام، نطلع محطة خارجية كما عودناكم بالمحطات الخارجية والمعارض الجميلة والأغاني الجميلة، نطلع محطة خارجية ونجيكم راجعين. I'm
مشاهد الكريم عدنا وعاد الألغ وعاد الجمال في حضرة الإبداع. أبو حميد حباب جيناك من تاني مرسلك في عالم النصوص. خش في عالم النصوص. يقول ليه بتزعل يا حبيبة وانت عارف الدنيا فانية ما بعيش دونك وحاتك لا بطيق وجفاك ثانية داير افضل في حداك داير اشوفك ديما هانية يلا ننسى الماضي كله يلا نفتح صفحة تانية صفحة بلا افراح نعيشها لا مشاكل لا خصام نمني الاساس المودة وبالمحبة نعيش دوام ريد غيرك يا حبيبة ما بتكون والله حرام انت لي نور العيون ومن عيونك يا سلام يا حبيبة الدنيا زايلة ما بتدوم والله محال وريني كيف نلقى السعادة نحن بيننا الهجر طال دنيا ما بتحتاج نخاصم ليه نخاصم بس سؤال ليه نطوق المر فيها وندي للأحزان مجال وليه بتزعل يا حبيبة وانت عارف الدنيا فانية انت عارف الدنيا فانية حبابك. الأغنية يتغنتها أبو حميد والله دي بالضبط كده ما يتغنت لكن اتعاملت مع فنانين كتار. زي مين يعني الفنان اتعاملت معه؟ والله الفنان اولا حاجة اليوم التحية كل لون فردا 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 فنان طلال المحس الكبوشابي اخوك اخوي له تحية من هنا الفنان ربيع حسبه ربيع حسبه الفنان محمد برعي تشارلي تشارلي له تحية من هنا كان عضو في دوحة الابداع فنانين البلد والولاية استاذ كمال هارون فضل الله ودى الحصايا يعني جزء من الفنان جزء الاغنية انت مين تغنيها بتعرف انه ماشي لطوال اللي تشارلي بالضبط ماشي لاطلال بعرف اي فنان بعرف الاغنية اللي بتناسب شنو طلال ده ما ودى البيت طبعا الاغنية مين تكتبها والله ما اديتها له تبقى مشكلة لا لا طلال لا هم شيء بيستولى عليها طوالي بيستولى عليها شايف في اغنية برضه قال لك يا اخي الاغنية ما طلعها الا اشوف اللحن بتاعها فعلا دي اغنية شنو هي؟ انت لو عارف مكانك ما بتجور والله تاني اصلي كم ضحيت عشانك انت شن سويت عشاني يا سلام انت في الوجدان سكونك ما بتغيب لو كان ثواني القلب طاريك ديما وديما من هجرك دعاني الله من هجرك دعاني طويلة لك التحية والله الله يكرمك يا ابو التحية عبرك كمان لاخوي الاستاذ الشاعر محمد المحس الكبير محمد المحس يا سلام الداعم الرسمي له التحية من هنا والله هذول اخوان شديد يا اخي بارك الله الله يكرمك ابو حميد يا اخي احمد منير ابو حميد ثاني مرة ده اخوي ماشي فخور ولا جاي بطريق احمد ده والله يا أقول أبوك يا السمحة حارمنا الدخول ليه بيته ممنوع رسمي إنه في ضميري حبيت ما شوقي لك يا الغالية كنت دكيت أبوك إن شاء الله بالصاقة تطلع زيت أبوك يا فلان حرد لي نصابت وأهل وكبار وصغار بلا إدارة علي مبهل أبوك يا السمحة طنش شوقي لك وجهل أبوك إن شاء الله بالصاقة تغتس حجر أبوك يا الغالية بالحالة علي ما بدرة أبوك بكلاش لابت لي هناك في السدرة أبوك يا الملكة ذلك يا سادزة ومدر أبوك إن شاء الله بالصاقة التصبح ودر أبوك عمل اجتماع لملة ما قاربه وناس وقال ليه ميز ولازم يطرق فاس قال بديهم مليار ليل بيجيب ليه وراس أبوك إن شاء الله بالجنة اللي يرقص وطاس أبوك الوش من ولدوه صار وعابس ذاك يوم الفرح يوم مرته تصبح حابس ما بيعرف غرام طب من مشاعر يابس أبوك إن شاء الله بالجنة اللي يخليك كابس أبوك حرسك حراسة الله فقير لا حاول أوديك دكتور راهو ليك بداوي أبوك الكل ما تشرك شمس لي ناوي أبوك إن شاء الله بالجنة اللي خليه لاوي قلت لأبوك ما خاف فينا ساوي الويل قالت لي يا أبوي وأنا لي أبوي يا بميل طيب هاك كلام فينا نخد لا نشيل إنت وأبوك بالوجع اللي يكيلكم كين قلت لأبوك ما نجيتي حتى فريقكم قالت لي يا أبوي خلوه وشوفوا طريقكم اسمع يا ملاك شان تاني تم ما نجيكم انت وابوك بالمرض اللي نشف ريقكم قلت لابوك ما ظنيت وخاف من ربه قالت لي ياخذ ابوي وانا ابوي يا اخي بحبه طيب هاك كلام شان تاني بوك لا نسبه انت وابوك بالمرض اللي يحير طبه انت وابوك بالمرض اللي يحير الاثنين ما عندك عشره يا محمد يا اخي في الاول تكون في الظل ما عنده عشره ما غير والله الحيل والله يا اخي في الاول اللي يريد شويه كي ثاني يقنع منه الاثنين على لقى المحبوب ده يكون بجنبه يا اخي لك التحيه والله ابو حميد يا اخي الله يكرمك يا اخي ابوك يا الملك قاصر لي عزاي ودماري وقال لي مغيره هو يوعك تخش في داري اهلي قالوا ما من الدين بقالنا انصاري خلوا بيننا يا ناس ما بتخافوا الباري من كاس الجمال شربت روات يا خله وابوك حالف طلاق على الراي ما يتخلى انا الخلاني فوق نار ام لهيبه تقلى يا ابو الزيه اديك لي جناين خمله ابوك يا السمحه فقري ونضمنه وسربيه عشان ودري في يابا يكون نسيب الليا
ساحب ربي يا شايل القلب زندي أبوك إن شاء الله بالصاقعة تجيب دغرية قدر ما غني في الملكة الجميلة وصافة يعجز فكري في وصف المضمر هافة ومكون بغرامة وجنت الخطافة شيخ الحلة قال لي غني يوم الشافة يا سلام شاف السمحة خلته يبكي دون ما يدري قدر ما يشوفني انهرني ويقول لي فقري بعد ما كان إمامنا وصوته فينا بيسري هسي عجلة دقن وبارة ود النصري أنا وصاحبي بدقن صفحة حياتنا مخاطر من حور العيون الفيهن النور جاهر انا جنيت عديل ببكي وبنوح ومساهر يومي مع عبد جن يقول لي وين ماك ظاهر وين ماك ظاهر يومي مع عبد جن يقول لي وين ماك ظاهر خلى لك التحيه يا اخي نادي والله دي حلقه بعنوان البكا الله يعطيك الشريط لكم التحيه والله انا كنت سعيد بكم جدا احنا يعني المغري اشار لنهايه الحلقه ان شاء الله ابو حميد عندك معانا حلقه ثانيه ونتلاقى في في في, في اعضاء دوحه الابداع ان شاء الله حبابك ووصل تحياك يا ابو حميد والله حبابك وان حي التحيه ليك استاذ ماجد احمد قاسم التحية للتيم العامل بالغنى التحية لأخواني الشعراء التحية لأخواني محمد المحس الكبوشابي طلال المحس الكبوشابي التحية لكل زول بعرف محمد المحس الكبوشابي وتحية خاصة للأستاذ زكريا الكناري لك التحية والله لك التحية من هنا يا رمضان كريم عليه أحمد تحية من هنا للوالد والوالدة لبرنامج دوحة الإبداع تحية لك أستاذ ماجد تحية للمشاهد بقول له رمضان كريم تصوموا وتفطر على خير كل عام انتم بخير يتعالى عليكم باليمن والبركة الله يعزك يا ابو حميد يا اخي شكرا كثير والله يا اخي مغيرة تحية لك استاذ ماجد احمد قاسم والتحية لكل التيم العامل في برنامج دوحة الابداع والتحية لكل من يعرف المغيرة محمد الحسن تحية للاستاذ احمد الجابرة والاستاذ ميدوب عبد الرازق الحاج فضل الله رحمه شهير بيه ميدوب جبه تحية لكل الشعب السوداني خارج وداخل بقاع الوطن الحبيب تحية لكم الله يا أخي أنا سعيد بكم جدا إلى نلتقي في حلقة قادمة مشاهدينا الأعزاء انتهت حلقتنا اليوم إلى نلتقي في حلقة قادمة كونوا في الموعد
شهد الربا.